الوقت اللي قرر فيه انسحب، وقت ما تحس ان ده اثر عليك انت كانسان. يعني لما تلاقي علاقه واحده اثرت على كل علاقاتك، لما تلاقي شخص واحد خلاك شارد الذهن، مشتت الفكر، مشوه الشخصيه، مشتت المشاعر، ملخبط في تصرفاتك، علاقه واحده خلت نومك ملخبط وشغلك ملخبط وحياتك ملخبطه، هنا تقرر تنسحب على طول. ولكن كيفيه الانسحاب، ايوه، لما تيجي ترجع في علاقة ارجع بظهرك، ارجع وانت شايفه، ارجع وانت باصص له. يعني ما تجيش في لحظة من اللحظات وتروح لافف وشك عنه وتفارقه. ساعتها الطرف التاني بيبقى عنده شحنة أجريشن وبيتخيل ان هو لازم ينتقم منك لانك بعته. وفورا يقرر يطعنك. الطعنة هنا هتيجي في ظهرك لانك تديله ظهرك. لكن لما ترجع من علاقة ارجع بظهرك، اعتبر ان العلاقة المؤذية دي هي ضافر. والضافر ده انت بتبدا تألمه واحده واحده، بس اوعى تقطع صباعك لان ساعتها انت الخسران مش هو. عندك حق. الصباع ما خسرش حاجه لما بعد عنك. المهم ان وانت بتألم ضوافرك ما تقطعش صوابعك. والله وجهه نظر تحترم.